السلام عليكم شباب، درسنا اليوم الترجي صفحة 154. أعطانا هنا التهيئة، يقول صنف الجمل التالية وفق الجدول المكتوب، وعطانا جمل، وعطانا هنا أسلوب التمني وأسلوب الترجي. عشان نوضح الفرق بين أسلوب التمني وأسلوب الترجي، أسلوب التمني يكون طلب أو التمني أنه يحدث الشيء، بعكس الترجي هو احتمالية حدوث الشيء، يعني فرقها في الجمل. أعطانا هنا جمل ويبغى نعبيها هنا. طبعا رقم واحد، قال تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. واثنين، لعل المسلمون يتعاونون على أداء الشعائر الإسلام. ورقم ثلاثة، ليت الموت لا ياخذ عزيزة. رقم أربعة، ليت الخاطر لا يتكدر. وخمسة، ليت الشباب يعود يوما. وستة، لعل الشباب يصلح حاله. طيب، عادة أسلوب التمني يبدأ بليت، أسلوب الترجي لعل، احتمالية حدوث الشيء. تمام شباب؟ طيب، أسلوب التمني واحد، ليت لنا ما أوتي مثل ما أوتي. طيب، أسلوب التمني واحد، ليت لنا ما أوتي مثل ما أوتي قارون. واثنين، ليت الخاطر لا يتكدر. وثلاثة، ليت الشباب يعود يوما. وأربعة، ليت الموت لا يأخذ عزيزا. أما أسلوب الترجي يبدأ بلعل، لعل المسلمون يتعاونون على أداء شعائر الإسلام، لعل الشباب يصلح حاله. تمام شباب؟ هنا الفرق بين أسلوب التمني وأسلوب الترجي، أسلوب الترجي يبدأ بلعل، أسلوب التمني يبدأ بليت، لعل أنه يحدث الشيء، لعل المسلمون يتعاونون، لعل الشباب يصلح حاله، لعل المطر ينزل، لعل يعني أسلوب أو يعني احتمالية حدوث الشيء. لكن أسلوب التمني، تمني بحدوث الشيء. تمام شباب؟ أحكي الجمل الواردة في نصوص الوحدة مع التنبه إلى مفهوم الترجي الوارد فيها. لعل الصعاب والعقبات هينة، أعطانا هنا لعل فراغ، يدركون فراغ، ولعل فراغ وفراغ، وعسى الشباب أن يحققوا المأمول منهم، بعدها عسى فراغ، بعدها فراغ. طيب، يبغانا نعبي الفراغات المطلوبة من هذا من النصوص أو من نصوص الوحدة. طيب شباب، لعل الشباب يدركون قيمة العمل، لعل الشباب يدركون قيمة العمل، لعل المسلمون يتحدون أمام أعداء الأمة، لعل المسلمون يتحدون أمام أعداء الأمة، لعل النصر قريب. طيب، عسى الشباب أن يحققوا المأمول منهم، عسى الشباب أن يدركوا أهمية الوقت، عسى الشباب أن يدركوا مضرة السهر، عسى الشباب أن يدركوا أهمية الوقت، عسى الشباب أن يدركوا مضرة السهر. تمام شباب؟ طيب، أكمل الفراغات في الشكل التالي. الترجي هو أسلوب وأدواته. طيب، تعريف الترجي، زي ما قلنا شباب، طبعا أعطانا هنا فراغات نعبيها. تعريفه، انتظار حصول أمر ممكن وميسور التحقق، ولا يكون إلا في المستقبل. تمام شباب؟ الفراغ يعني هنا نكتب ممكن، وهنا نكتب المستقبل. عشان يكمل التعريف، انتظار حصول أمر ممكن وميسور التحقق، ولا يكون إلا في المستقبل. طيب، عرفنا التعريف. طيب، أدواته، لعل وعسى. تمام شباب؟ أدواته لعل وعسى، هذه من أدوات الترجي، وتعريفها هذا هو. تمام شباب؟
طيب هذا هو درس الترجي. عرفنا وش فرق اسلوب التمني عن اسلوب الترجي. اسلوب التمني تمني حدوث شيء يعني مو متوقع حصوله او مو متوقع انه يكون او يصير، بعكس الترجي. الترجي هو احتمالية حدوث الشيء او احتمالية تحققه، يعني لعل المسلمون يتحدون، لعل المطر ينزل، لعل الصعاب تكون هينة، لعل. عرفنا نفرق بين اسلوب التمني واسلوب الترجي.